تعالى اخدكم على ايلون ماسك. ايلون ماسك ده بالنسبه لي مبهر في المطلق، يعني كل حاجه بيحط ايده فيها، وده اللي بيعجبني فيه بقى، هو بياخد الحاجه لحد اخرها. رجل لا يتراجع لا يتردد، وطول الوقت هو تقدمي، يعني هو باصص يجي 100 خطوه لقدام. كل اللي الناس بتفكر فيه النهارده، خليكم تفكروا انتوا في الحته دي، انا بقى ايه قافز، فتلاقيه قافز يجي 100 خطوة أو 100 ميل لقدام. إيلون ماسك شارك فيديو لرابط تسلا الجديد أوبتيموس. فاكرين أوبتيموس برايم بتاع ترانسفورمرز؟ هو بقى عمل أوبتيموس، بس أوبتيموس بقى بيمشي بنفس السلاسة بتاعة البني آدم العادي الإنسان، وده شيء مبهر انه يصل إلى انه يعمل أو يطور تكنولوجيا تخليه ماشي مكنة، آلة ماشية بنفس ذات السلاسة بتاعة البني آدم وهو بيتحرك. أنا محتاج أفهم من دكتور محمود ياسين شمس الدين، الأستاذ المساعد بكلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير علي حضرتك أستاذ يوسف. مساء النور عليك يا دكتور. أنا من الناس اللي تحب تقرأ عن الذكاء الاصطناعي وإن كنت غير متخصص، بل أزيدك بقى من الشعر بيت، أعلم تمام العلم انه عندنا علماء مصريين في الذكاء الاصطناعي والروبوتكس هم الاكبر والاهم على مستوى العالم. ده حقيقي استاذ يوسف، فعلا احنا في مصر الحقيقه، والدعم من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه، في انشانا كليه للذكاء الاصطناعي، كانت كليه الذكاء الاصطناعي جامعه كفر الشيخ سنه 2019، دي كانت فئة مخصوص عشان تتماشى مع التقدم التكنولوجي اللي بتسارع دخلة بالعلم دلوقتي. لأن حضرتك زي ما ابتديت كده واتكلمت على أي الماس، إن هو بيكسب قفزات الإنسان، وحضرتك عارف إن الثروة أو الثورة الحقيقية هي ثروة الصناعة التكنولوجية وصناعة المعلومات. طبعا المعرفة والعلم ده الاقتصاد الجديد. هي دي فعلا اللي يعني احنا دلوقتي بنتكلم على ان المعلومات وعصر المعلومات وعصر الذكاء الاصطناعي هو ده اللي بيخلي بيقدم الامم، زي امم كتير تقدمت ما عندهاش لا بترول ولا غاز ولا عندها اي حاجه الا العلم والتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. فبالتالي الاهتمام بمثل هذا الانواع من العلوم، اهتمامنا ودخولنا فيه هو كبير جدا وبشكل واسع، والحمد لله علمائنا المصريين سواء كان جوه مصر او بره مصر متقدمين في هذا المجال بشكل كبير. طيب ازاي شفت الروبوت الجديد ده دكتور، يعني اوبتيموس اللي ظهر مع ايلون ماسك، وفي نفس الوقت انا عايز اربط ده او يعني هاخد ده معاه انه هذا العلم وهذه الابحاث وهذه التكنولوجيا تحتاج كم تمويل ضخم جدا. ده حقيقي يا فندم، هو الفكره كلها بتعتمد على حاجه بنسميها المالتي ايجنت سيستم، او ان احنا بنتكلم على مجموعه من السنسورز او مجموعه من الماكين بتشتغل بنظام الايجنت، يعني بتتاثر بالبيئه وبتدي رياكشن للبيئه. السنسورز دي بتبقى مصنعه خصيصا لاستخدام البيانات والمعلومات بشكل كبير جدا، وبتعتمد بشكل اساسي على البيئه اللي موجوده او البيئه اللي هي اللي بتتعامل معها. فبالتالي احنا السنسورات دي او الاجهزه دي بتبقى غاليه جدا، تكلفتها عاليه جدا، لكن الفكره كلها بانشائها والتعامل معها برمجيا، يعني استخدام حاجه زي الحوسبه السحابيه كلاود كومبيوتنج، استخدام الماشين ليرننج اللي هو تعلم الاله، استخدام قواعد بيانات كبيره جدا، التعامل طبعا حضرتك عارف ان الاله دي لها القدره على استيعاب كم كبير جدا من المعلومات وايضا تنفيذ المهام بشكل كبير. فبنلاقي طبعا هي مجموعه متكامله، ما نقدرش نقول ان فرد واحد هو اللي يقدر يشتغل عليها، لكن مجموعه كبيره طبعا من الافراد يتعاونوا بيتكاملوا مع بعض عشان ينفذوا مهمه كبيره زي دي. فالروبوت في الفكره هو عباره عن مجموعه متكامله من السنسرز ومجموعه من البرمجيات والابلكيشنز المتقدمه شويه، بتحتاج جهد شويه في عمليه البرمجه والتنفيذ.
عظيم جدا جدا جدا. اتمنى ان احنا يعني انا واثق في في العقول اللي موجوده عندنا ان احنا في وقت من الاوقات نستطيع ان احنا نصل الى الربط المصري بالجهد المصري بالاستثمار المصري وطبيعه الحال بالعقول المصريه. كل الشكر ليك دكتور محمود ياسين شمس الدين الاستاذ المساعد بكليه الذكاء الاصطناعي جامعه كفر الشيخ، والمذيع لم يبالغ في قوله بأنه أهم علماء روبوتكس وذكاء اصطناعي في العالم مش هزار مصريين.